حين ترتفع أسعار الأرز والقمح والذرة بشكل جنوني، ويراهن على تصاعد الأسعار أو نزولها، كما يجري هنا في شيكاغو في أكبر بورصة للخامات الزراعية في العالم، حيث يقمر بها كما في ألعاب الحظ في صالة القمار. يزداد الجوع والفقر لدى ملايين الناس في البلدان النامية، فالأسعار التي تثبت هنا تحدد أسعار المواد الغذائية في العالم كله. كذلك هنا في قلب إفريقيا على بعد 13,000 كيلومتر عن شيكاغو، إننا على الطريق إلى كاتانغا، أغنى الولايات بالمواد الخام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهدفنا هو عاصمتها لومومباشي. ذات المشاهد كل يوم في 8 صباحا، إذ يصطف المئات تحت حراسة الشرطة للحصول على كيس من الدقيق، ويدفع جميعهم إلى هنا ارتفاع الأسعار والخوف من أن يكون هذا المخزن فارغا في الغد. فهم سيتضورون جوعا إن لم يحصلوا على فوفو عجينتهم البيضاء من دقيق الذرة. فقد فقد الكثير من الرجال هنا أعمالهم بسبب الأزمة المالية والاقتصادية. حوالي 300,000 حتى الآن في ولاية كاتانغا. يأتي المواطنون إلى هنا نظرا لعدم وجود شبكة ضمان اجتماعي تقيهم، ولأن أسعار الذرة تضاعفت خلال عام واحد، ولأن حاكم الولاية الغني الذي يخشى حدوث اضطرابات لا يظهر في دور الحاكم فحسب، بل وفي دور المحسن الكريم أيضا، فهو يستورد الذرة من جنوب إفريقيا ويبيعها لمواطنيه بسعر أقل من سعر السوق، متحملا فارق السعر من ماله الخاص. منذ الأزمة، نعم منذ حلول الأزمة، كان ثمن كيس دقيق الذرة سابقا 9,000 فرنك كونغولي، أما الآن فثمنه 16,000. إنهم هنا في جمعية الحاكم الخيرية لا يحصلون عليه مجانا، إنما بسعر 12,000 فرنك فقط، ولا شك في أنهم لن ينسوا له هذا الصنيع في الانتخابات القادمة. وتتقاسم كيس الدقيق الواحد من 10 عائلات إلى 12، وتحصل بذلك كل منها على عجينة دقيق الذرة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، فالحصة لا تكفي لأكثر من ذلك. إن مويس كاتومبي هو أول حاكم لولاية كاتانغا منتخب ديمقراطيا ومحبوب لدى شعبه، وكانت حكومات غربية قد ضغطت من أجل انتخابات ديمقراطية. علي التصرف هكذا، وإلا فإن الناس سيأتون إلي قائلين إن نموت جوعا منذ جئت إلى الحكم، فهم لا يفقهون شيئا من تلاعب المضاربين ولا يعلمون بوجود بورصة، هم يعرفون فقط أن الأسعار ارتفعت منذ جاء هذا الرجل إلى الحكم. هل تبيع الذرة بسعر أقل لتبقى في الحكم؟ طبعا، لمنع حدوث ثورات شعبية. لقد شهد الناس في عهد حاكم ولاية كاتانغا مويس كاتومبي أياما أفضل وازدهارا اقتصاديا، وقد كنا هنا قبل 6 أشهر قبيل نشوب الأزمة الاقتصادية لإعداد تقرير مصور عن ذلك الازدهار، فسجلنا هذه اللقطات. مستوطنات من خيام بلاستيكية نشأت حول المناجم وآوت عشرات الآلاف
من كل أنحاء البلاد. منقبون راحوا يبحثون عن النحاس والكوبالت، عن خامات مطلوبة في السوق من قبل الصينيين بشكل خاص. كانوا ينقبون عن المواد الخام بأيديهم وبأدوات بدائية، معرضين حياتهم للخطر. وقد حقق الكثيرون دخلا يوميا يعادل 40 دولارا. كان أنطوان كاومبا وأمثاله يشترون المواد الخام ويبيعونها للصينيين، وكانت تجارتهم مجزية لدرجة أن أنطوان كان يكسب 2000 دولار شهريا، مبلغ خيالي في بلد لا يكسب أكثر من نصف سكانه أقل من دولارين في اليوم. شاحنة نقل كانت تحمل المواد الخام ليل نهار من ولاية كاتانغا إلى الصينيين الذين يعالجونها في معاملهم، وكانت في الولاية 600 شركة صينية تشتري وتعالج المواد الخام الإفريقية لتلبية حاجات السوق الصينية من النحاس والكوبالت في عهد ازدهارها الاقتصادي. حولت الأزمة الاقتصادية ازدهار كاتانغا إلى بؤس وانهار التطور فيها، فالدول الغربية قلصت استهلاكها وكذلك الصين خفضت إنتاجها، فهبطت أسعار المواد الخام إلى أدنى مستوى ورحل معظم الصينيين. لذا يعتبر هذا البلد النامي نفسه ضحية، لأنه لا يملك المليارات لتحفيز اقتصاده كما تفعل البلدان الصناعية، كما أنه لم يدعى إلى قمة البلدان العشرين المنعقدة في لندن، رغم أن الأزمة الاقتصادية أصابته في الصميم. يصارع بعضهم في المناجم من أجل البقاء على أمل أن تنشط يوما ما تجارة المواد الخام مجددا، ويعود الصينيون وترتفع في البورصة أسعار الكوبالت والنحاس التي انهارت جراء الأزمة، إذ كان طن النحاس يباع قبلها 9000 دولار بينما يبلغ سعره الآن 3000 فقط. ويبيع العمال الآن نتاجهم بربع السعر هذا إن تيسر لهم بيعه. إننا نفتقر إلى كل شيء، وينام أطفالي أحيانا ببطون خاوية. أنا أوفر كل سنتيم للذي يدرس، بينما اضطررت إلى إخراج الآخرين من المدرسة لعدم قدرتي على دفع أجورها. وماذا يفعلون؟ إنهم محطمون معنويا. وما عساهم يفعلون؟ لا شيء، ليس هناك ما يفعلونه. كان تينغاري كاسونغو يعمل لصالح الصينيين أيضا، أما الآن فقد انتهى الأمر. كان يكسب 100 دولار شهريا طوال سنتين، وبات الآن كعامل مياومة، قلما يكسب دولارا واحدا إلى 2، وبها لا يستطيع تأمين الطعام لأبنائه 4 لارتفاع أسعار الأرز والذرة في السوق ضعفا أو ضعفين. إنهم يأكلون من حشائش الأرض التي تنمو في محيطهم كل مساء لكي لا يناموا ببطون خاوية. لا تشتري السيدة فاني دقيق الذرة إلا حينما يعود زوجها تينغاري إلى المنزل بدولارين على الأقل، وهي تكلفة ملء هذا الوعاء من الدقيق. إنها تدفع في ذلك ضعف ما كانت تدفعه سابقا، مع أن زوجها كان في تلك الأيام يعمل ويكسب جيدا. إن البنك الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة مسؤول عن تحسين ظروف معيشة فاني وتينغاري وفيلي، وقد حذر من أن 400,000 طفل في العالم سوف يموتون جراء الأزمة الاقتصادية. هؤلاء المضاربون بالمواد الغذائية الأساسية قتلة، وعليهم أن يعرفوا أننا في إفريقيا وبلدان العالم الثالث ندفن الآن ضحاياهم.
المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، أتمنى عليه أن يمنع حدوث ذلك، وإلا فإنه يأخذ منا ثانية بيمناه ما يعطينا بيسرى. في كتابه الصادر مؤخرا الحقد على الغرب، كان الباحث الاجتماعي جان سيغلا مستشار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الغذاء قد هاجم المضاربة في البورصة بالمواد الغذائية الأساسية. يقول البنك الدولي بمنتهى الحذر إن عددا أكبر من الناس سوف يسقط في هوة الجوع والدمار جراء المضاربة في البورصة، لأنها تحرمهم من المواد الغذائية الأساسية. المضاربون الذين يستفيدون من شح المواد الخام لا يجلسون في شيكاغو فحسب، بل في كل مكان، في فرانكفورت ولندن وزيوريخ أيضا، لكنهم لا يرغبون في الكشف عن هويتهم. أما توم غريسافي فلا يتحرج من ذلك، ولذا فإننا نلتقيه في شيكاغو. فهذا الرجل لا يستثمر أموال غيره، بل يضارب بماله الخاص فقط، وذلك منذ 20 عاما، كما أنه عضو في بورصة شيكاغو للصفقات الآجلة، لكنه قلما يذهب بنفسه إلى ساحتها. فهو في قبو منزله موصول بكل بورصات العالم عبر شبكة الإنترنت، ويشير هذا الصوت إلى أنه قد عقد صفقة، وهو يفعل ذلك مئات المرات يوميا. أسعار الذرة ترتفع. يتاجر توم بكل شيء وبالمواد الخام الزراعية في المقام الأول، وهذه السوق أقل خضوعا للضبط من سوق الأسهم. يرى توم في المواد الخام شيئا ملموسا، فالإنسان لا يمكنه الاستغناء عن الغذاء. الآن ترتفع أسعار الأسهم. وما الذي فعلته توا؟ اشتريت ذرة وفاصوليا وكذلك أسهم داكس، يبدو أن اليوم سيكون عظيما للأسهم. ربحنا توا $1,000 والأسعار في ارتفاع. تهانينا. لنرى ما إذا كنا سنحتفظ بها، وهو الشق الأصعب، إذ أننا أحيانا نفقدها ثانية. كنت قبل بضعة أيام قد رهنت على 500 صفقة ذرة بعقود آجلة، فراهنت على سعر $4.50 في أيار مايو ودفعت $2.53 فقط، وهي تباع الآن $4. فإذا بعت الآن أكون قد ربحت من $30,000 إلى $40,000، علما أن السعر انخفض قبل بضعة أيام، وحينها كنت سأخسر لو بعت. لكنني أعلم أنه كلما صعدت الأسهم تتلوها أسعار المواد الغذائية. أنا أشتري الآن من الذرة قدر ما أستطيع، إذ تشير كل البيانات عن سكان العالم وعن العرض والطلب إلى أن الأسعار ستواصل ارتفاعها، بل ستتضاعف مرة أو مرتين إذا ما حل قحط كما حصل في عام 88، وذلك بصرف النظر عن فترات الكساد أو غيره. هل أنا بلا ضمير؟ أنا أحاول ممارسة عملي كمضارب في البورصة فقط. أنام ليلا قرير العين، علما أن ذلك قل ما يتيسر لي، لأنني أعقد الصفقات في الليل أيضا. إن الحكومة هي التي تسن القوانين الضابطة لذلك، وأنا أستغل ذلك قدر استطاعتي وأكسب مالي بهذه الطريقة. هذا كل ما في الأمر. الحديث عن الذرة يقود إلى الوقود العضوي الذي سبب ارتفاع أسعارها، لكن لماذا ارتفع سعر الأرز؟ 4 أضعاف. ولكن لماذا حصل ذلك؟ أعتقد أنها مجرد مضاربة وهلع، هلع بلا حدود. ها هي الأسهم ترتفع من جديد. كان هناك مال كثير يبحث عن فرص ربح جديدة بعد تفجر فقاعة النفط الخام.
فقد فكر المستثمرون لنتجه إلى الأرز والذرة والقمح، فلما لا يتكرر هنا ما حدث مع النفط وإن لأسباب خاطئة؟ هل لك أن توضح لنا ما مدى تأثير المضاربة على الأسعار؟ إنه كبير جدا، فقد دخل السوق لاعبون من جهة صناديق التحوط التي لم تكن تأبه بالمواد الزراعية الخام، وكان ينبغي منعهم من دخول السوق، لكنهم دخلوها بملياراتهم وسبب ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا. ما الذي يحدث في الهند عندما يرتفع سعر الأرز في شيكاغو؟ هنا في ولاية أندرا براديش البعيدة عنها 15,000 من الكيلومترات، والتي عرفت بأنها الولاية الأكثر تعرضاً لحوادث انتحار الفلاحين، ففيها ينتحر 10,000 منهم سنوياً بسبب الجوع والفقر وفوائد القروض الفاحشة. وسط الشارع طقوس أضحيات يحاول الفلاحون بها استرضاء الآلهة، فالحكومة الهندية تقدر أن 150 مليون من الفلاحين يعانون من نقص التغذية، وذلك رغم التطور الاقتصادي العاصف الذي تشهده البلاد. إن الهند من البلاد المصدرة للأرز، ولكن عندما شحت مخزوناته في العام الماضي وصارت المضاربة بأسعاره تعد بأرباح عالية وبدأت فقاعة المضاربة بالتضخم، عمدت الهند إلى كبح الفرامل، فحظرت على بورصات البلاد أي مضاربة بأسعار الأرز، كما منعت تصديره. أنا أزاول هذه التجارة منذ 20 عاما، وهذه هي أول مرة أشهد فيها ارتفاع الأسعار بهذا الشكل. لم تحظر الهند وحدها تصديره، بل وكل بلدان آسيا المصدرة له أيضا. ساهم حظر التصدير الذي فرضته الهند وكمبوديا وفيتنام في شح كميات الأرز في السوق العالمية وفي رفع أسعاره، وفعلتها الهند لتوفر الغذاء لمواطنيها دون أن تضطر إلى الاستيراد، فملايين من الفلاحين كانوا على شفا الهلاك. حصتي الشهرية هي 16 كيلوغراما فقط. وهل تكفي لعائلتك المكونة من 6 أعضاء؟ كلا لا تكفي، وقلما نأكل حتى الشبع، كما نلجأ أحيانا إلى اقتراض الأرز من جيراننا. بودي دولا عامل زراعي بالمياوما، لكنه يملك قطعة أرض يزرعها أرزا، وهو يدفع لقاء الحصة التي ينالها من الدولة بمعدل 100 غرام لكل شخص يوميا، مبلغا رمزيا قدره روبيتان، أي ما يعادل 3 سنتات. إن معظم صغار الفلاحين الهنود مثقلون بالديون، وستدفعهم الأزمة المالية إلى الغرق في مستنقعها، لأن تقنين الإقراض قد وصل إلى الهند أيضا. يملك بودي دولا وزوجته حقل الأرز هذا، لكنهما لا يزرعان إلا جزءا منه، لأن مالهما لا يكفي لشراء السماد ومبيدات الأعشاب، إذ لم يعد بوسعه الحصول على قرض من البنك لأن الفوائد تضاعفت منذ الأزمة المالية، وسحب المستثمرون الأجانب أموالهم من السوق التي جفت تماما. أما المقرضون من القطاع الخاص فلم يعودوا يحصلون على مال من البنوك إلا بفوائد عالية، ولا يقرضونه إلا بفوائد فاحشة. كانت المصارف قبل الأزمة تأخذ فائدة قدرها 8 أو 9%، أما بعدها فقد بات الحصول على المال صعبا للغاية، فالبنوك لا تقرض إلا من تثق به، وتأخذ لقاء ذلك فائدة قدرها 15%. أنا أتكفل بما أملك إزاء البنك الذي يمكنه الحجز على أملاكي إن اقتضى الأمر. ولما كان صغار الفلاحين يفتقرون إلى الضمانات، فإنهم يطالبون بفوائد قدرها من 24 إلى 36%،
وذلك تبعا لغرض القرض وأجل سداده. ففائدة قرض الزواج مثلا تبلغ 36%. لا نعرف إلا الجوع والتقشف، وإلا فإننا نعاقب بالضرب حتى نسدد القرض، وحينما نعجز عن ذلك نتجرع السم. لا يسعنا حينئذ إلا أن نفعل ما فعله كثيرون قبلنا، إذ نشتري سما نتجرعه ونموت. إنهم يكسبون 50 روبية يوميا أو دولارا واحدا تقريبا إن وجدوا عملا. فالعلامة التي أدت إلى استيراد القطن والموز وغيرها من السلع الرخيصة أوقعت صغار الفلاحين الهنود منذ 90s في هاوية الديون، وتضيق الأزمة المالية العالمية الآن الخناق على رقابهم. لقد انهارت الفكرة الليبرالية الحديثة القائلة بعوامل تنظيم السوق الخارجية التي تحسم كل شيء، فكرة الليبرالة المطلقة لتيارات رأس المال وخصخصة القطاع العام وتجريد الدولة بوصفها سلطة راعية للقيم من أسلحتها. هذه الفكرة انهارت تماما، وظهر وراءها مريدوها الحقيقيون قطاع الطرق، أولئك الذين دمروا بجشعهم منظومات بأكملها. كلا، فما ديكتاتورية رأس المال المعولم إلا نظام قاتل مجرم. يقر جوردون لين أحد الملمين ببواطن الأمور حقيقة وجوب كف يد حيتان المضاربات عن صناديق التحوط التي تنشط دون أي رقابة. نحن نحب المضاربين الذين يريدون شراء 10 عقود أو 100 على ذرة أو أرز أو قمح. أما الآخرون الذين يشترون آلافاً أو عشرات الآلاف أو مئات آلاف العقود فهم من عيار آخر، لأنهم يستطيعون المناورة ضد الأسعار التي ندفعها. وحينما يجري كل ذلك دون رقابة فلا شك في أن في المسألة خطأ كبيرا. إن توم غريسافي وجوردون لين صديقان، إذ يضارب لين $20 مليون يوميا، بينما تضارب مجموعته $200 مليون يوميا، وهي تستثمر المال لصالح زبائنها في العلن، بينما تعقد صناديق التحوط صفقاتها في الخفاء. ومجددا تصاب الأسعار بمس من الجنون، إذ يصل تقرير مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون التجارة الدولية والتطوير إلى نتيجة مفادها أن 37% على الأقل من زيادة أسعار السنة الماضية ترجع إلى المضاربات. أود الانطلاق من الأزمة المالية بحد ذاتها إلى حق الإنسان في الحصول على الغذاء. فما الذي ينبغي فعله لوقف هذه المذبحة؟ لا شك في وجوب التوصل فورا إلى اتفاقية معززة بقوانين تمنع في نقطتها الأولى حرق المواد الغذائية أو تحويلها إلى وقود محركات، كما يجب في نقطة ثانية وضع البورصات تحت رقابة الدولة ومنع المضاربة بالمنتجات الزراعية الخام. هذه المطالب لم تتطرق إليها قمة 20 الكبار لا من قريب ولا من بعيد، إذ قد يفهم منها أن ثمة رغبة في تغيير النظام. يقال عن هذا اشتراكية، ومع أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد ديمقراطي إلا أننا نبذل جهدنا لنصبح اشتراكيين، وعلى من يطالب بذلك أن يذهب إلى الصين مثلا. أظن أن الصين البلد الشيوعي ملائم لهؤلاء الناس. أجل، أرسلوهم إلى الصين. إن مثل هذه المطالب سخيفة، فنحن نعيش في عالم كبير، عالم فيه عرض وطلب وفيه أسعار متغيرة وفرص لكل منا. لقد تدنت الأسعار بعض الشيء،
ولعل ذلك حدث لأن 1000 مليار دولار أتلفت منذ بدء الأزمة المالية، وهذه الأموال لم تعد الآن في متناول المضاربين. نعم لقد هبطت الأسعار قليلا، لكنها لا تزال ضعف ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية. في القاهرة يبدأ الصراع اليومي من أجل البقاء في 4 صباحا. مئات الملايين جوعى، وآخرون يربحون مئات الملايين. يمكن رؤية مشهد كهذا في مصر دائما. أسعار الغذاء ترتفع، وذلك على مستوى العالم. زراعة النباتات لإنتاج الوقود الحيوي والنمو السكاني العالمي ومضاربو البورصة الجشعون، كلها تشكل مزيجا ينذر بالانفجار ويهدد وجود مئات الملايين من البشر. كيلو الرز ب4، كيلو مكرونه ب5 جنيه، ازازه الزيت ب11.5، نجيب فلوس من كده لمين؟ نسرق وما فيش فلوس لكده. جوزي ارزاق على قد حالي. انا عاوز اقول لرئيس الجمهوريه، ادي العيش اللي هي اللقمه المهمه امسكها الجيش، اذا اداهم دي كل يوم هيبيعوه. في هذه السوق في حي بولاء الفقير في القاهره كانت النساء غاضبات. كانت احداهن تدعو على بائع الطماطم بخراب بيته. أكثر من ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر بما يعادل دولارين في اليوم، ويمكنهم فقط أن يحصلوا على عظام الدجاج مرة كل عدة أشهر. والنتيجة أن أصبح الازدحام على شراء الخبز الرخيص أسوأ بكثير. يكلف الخبز المصنوع من الدقيق المدعوم من الحكومة 5 قروش للرغيف الذي يشكل الغذاء الرئيسي للفقراء. الخبز المدعوم هو ما يحافظ على بقاء الشعب. رغم ذلك وفي خضم هذا الفقر يزدهر الاستغلال. يبيع الكثير من الخبازين الدقيق المدعوم في السوق السوداء ب10 أضعاف السعر المقنن. هنا على مفتشي التموين الحكوميين أن يراجعوا كميات الخبز ومدى جودة الأرغفة. شكله حلو ومستوي. ده مش مستوي. طب فين المستوي؟ ده خمران لسه اهو، الاطعمه بايظه. في دلتا نهر النيل التي تعتبر صومعه الغلال بالنسبه لمصر، تبحث الحكومه عن طريقه للخروج من هذه الازمه. نصف القمح المستهلك في مصر يزرع في البلاد. منذ سنوات لم يزرع الفلاح فاروق محمد القمح في ارضه، فهو لا يستطيع منافسة الواردات الرخيصة من أمريكا، لكنه يقول إن أزمة الخبز أدت إلى تغير الوضع. القمح ده كان مسعر، مسعرين السنة اللي فاتت ب190، السنة دي الحكومة غلته خلته ب380. فعشان ما بتعمل مصالح لينا، أنا بعمل مصالح لي إن نكتر القمح يروح للحكومة بدل ما نجيب من الدول البرانية ونستورد ويتحكموا فينا. لا، احنا عاوزين نكتر عندنا. هذا يكلف الحكومة مالا، لكن على المدى الطويل تأمل الحكومة بأن تجني هذه الطريقة ثمارها. لا يمكن للفلاحين الفرح بالأسعار الأفضل للقمح، لأن لديهم أيضا تكاليف أكبر ويواجهون أخطارا أكبر. العقبة بالنسبة للسماد والمية البحارية، المية اللي هي كانت بتيجي من النيل في الترع، المية دي ما بتجيش دلوقتي نهائي. والسماد، الأرض لو ما ترماش لها سماد، يعني زرع زي ده لو ما ترماش لزمات ما يجيش. تحاول مصر توفير مزارع جديدة في السودان المجاورة وأوغندا، والحديث يدور عن 4 ملايين هكتار. بعد الغروب يخرج خبازو الجيش إلى الشوارع، فالخبز سلعة أساسية والأمن القومي على المحك. لذلك لا يريد ضباط الشرطة في الزي المدني تصوير خبازي الجيش. الجميع هنا يشعر بأن الفقراء قد لا يحتفظون بهدوئهم لأكثر من ذلك. الوضع في بورت أوبرانس في هايتي أكثر سوءاً، ففي حي سيتي سولي الفقير ينقل أولويتش ماريسكا وعائلته دلواً بعد آخر من الطين الممزوج بالملح والسمن. الطين المأخوذ من الجبال في هايتي هو المادة التي يصنع منها البسكويت، وهي تترك على السطوح لتجف.
باستخدام ملعقة يشكل أولويتش البسكويت الدائري المصنوع من الطين الأصفر. إننا نشتغل بهذه المهنة منذ فترة، لكن المبيعات تزداد الآن، فالأشياء الأخرى غالية جدا. هيتي هي أفقر دولة في العالم الجديد. هنا الجوع شيء مألوف، وبسكويت الطين وصفة للتخلص من الجوع لفترة. تشتري أدلين أنطوان وابنها سيريك البسكويت الجاف، فهما لا يستطيعان تأمين حاجتهما اليومية من الأرز. أحياناً تصاب بمغص من البسكويت، لكن على الأقل تفقد الشعور بالجوع لبضع ساعات. في أسواق بورت أوبرانس تضاعف سعر الأرز، الشعب غاضب، وهذا أمر مفهوم. على ثلثي السكان أن يعيشوا بما يعادل اليورو الواحد في اليوم، وهذا يسري على عائلة أنطوان، إذ يتقاسم 6 أفراد غرفة واحدة في فناء خلفي، لكنهم الآن 5 فقط. لقد قتل لولو أنطوان الذي كان يبلغ 26 في مظاهرات عنيفة تحمل الأم صورة لابنها القتيل، وما زالت هي وابنها سيريك لا يصدقان أنه مات. أشعر بصداع عندما أفكر في ذلك، لا يمكنني أن أستوعب الأمر. أراد أخي أن يحتج على الأسعار المرتفعة، لكنه لم يعد. لقد عثرنا على جثته في اليوم التالي. لقد أريانا مكان الحادث، تم خنق لولو، لكنهم لم يعرفوا من المسؤول. ربما يكون قد تعرض لهجوم من قبل الحشود. إنه ضحية الغضب الأعمى في السوق العالمية القاسية. هذا ما يبدو الشغب عليه في بورت أوبرانس. حاولت حشود غاضبة أن تقتحم القصر الرئاسي في مظاهرة احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لأسعار الغذاء، وأجبر رئيس الوزراء على تقديم استقالته. قتل 6 أشخاص نتيجة أحداث الشغب، من بينهم جندي تابع للأمم المتحدة. قوات الأمم المتحدة في سيتي سولي كانت قوات ذوي القبعات الزرقاء تحاول لسنوات تهدئة الفوضى السياسية في هيتي، لكن الاستقرار النسبي وقع ضحية أزمة الجوع العالمية. وبعد المظاهرات كان على قوات الأمم المتحدة أن تقوم بدوريات في الأسواق. تعتمد هيتي على المساعدات الدولية، والكوارث الطبيعية الأخيرة بما فيها أسوأ زلزال في تاريخ البلاد زادت الأمر سوءاً، ويتوقع الناس المزيد من المظاهرات بسبب الجوع. أحدثت المساعدات الإنسانية فرقاً كبيراً في حياة أدلين أنطوان. إنها المرة الأولى منذ أسابيع التي يتمكنان فيها من الحصول على بعض الأرز وزيت الطهي والفاصوليا. أنا ممتنة جداً لتلك المنح. صدقوني، إنه يوم رائع بالنسبة لنا. بعد ذلك وتحت حماية قوات الأمم المتحدة عادا إلى منزلهما وهما يحملان بضائعهما القليلة. عودة إلى سطوح سيتي سولي، حيث اكتشفنا أن بسكويت الطين يتأثر أيضاً بالسوق العالمية، وهذا يعود لأن الطين ينقل من الجبال إلى المدينة في شاحنة، وبالنتيجة يتغير سعر بسكويت الطين بتغير سعر الوقود. في الوقت الحاضر تكلف قطعة البسكويت الواحدة 10 سنتات. يرتب بائعو البسكويت بضاعتهم فوق ما كتب عليه من أجل هيتي الفقيرة. في بعض الأحيان قد تعبر صورة واحدة عن بؤس دولة كاملة. في أمريكا ينتهي إلى خزانات الوقود من الذرة أكثر مما ينتهي إلى طاولات الطعام. زيت الليفت مصدر آخر للمال بالنسبة لمضاربي البورصة والمزارعين، وبالرغم من أن مئات الملايين في العالم يتضورون جوعاً، يزرع الفلاح غلين في كانساس الذرة لإنتاج الوقود الحيوي منذ أعوام، وهو يجني ضعف ما كان يجنيه من قبل.
فمع بعض المزارعين الآخرين قرر جلين أن يبني محطة إيثانول في قريته ويوصل الذرة إلى هناك بدلا من تصديرها للولايات الأخرى كما كان يفعل قبلا. قبل أن أؤسس محطة الإيثانول كان سعر الذرة يبلغ دولارين للكيس أو أقل، لكن مع وجود المحطة ارتفع سعر الذرة. الأسعار الحالية مرتفعة جدا، ليس بسبب الإيثانول فقط بل وبسبب الطلب الكبير على الذرة في أجزاء أخرى من العالم. يصل إلى محطة الإيثانول في ضواحي المدينة 50 شاحنة محملة بالذرة في اليوم. أحد الأسباب أن الحكومة الأمريكية تشجع إنتاج الإيثانول عن طريق تقديم الدعم له لتقليل اعتماد أمريكا على الوقود المكلف من الخليج، لكن ناتج هذه الطاقة هزيل، كما أن الزراعة الأحادية تدمر التربة وتجبر الفلاحين على استخدام كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية. أيضا بذلك أصبحت الذرة أكثر ندرة وأغلى سعرا، والناس في أماكن أخرى يجوعون. مدير المحطة يعتقد أن الوقود الحيوي هو الحل الصحيح. نحن في هذه الدولة نبحث عن الحل الأمثل الذي يحل كل المشاكل فورا. لست واثقا من أن الإيثانول هو الحل المناسب، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح لنتخلص من الاعتماد على النفط الأجنبي. هنا لا يمكننا العثور على أي شخص يعارض ازدهار الإيثانول المدعوم من الدولة، وهو أمر غير مفاجئ لأنه بفضل المحطة ازدهرت هذه القرية الصغيرة. تجلب المحطة 80 مليون دولار في العام، وقد أوجدت فرص عمل جديدة. ومنذ فترة أصبحت شركات الزيوت المعدنية الكبرى تجني الكثير من وراء الوقود الحيوي. حتى الآن تجاهلت واشنطن أي انتقاد، بما في ذلك تقرير البنك الدولي الذي يعزو الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء إلى الانتاج العالمي الهائل من الوقود الحيوي. قام ليستر براون وهو كاتب وخبير بيئة بانتقاد الدعم غير المشروط للوقود الحيوي، وحمله مسؤولية ارتفاع أسعار الغذاء والجوع في الدول النامية. لدينا سوق للغذاء وأخرى للطاقة، كانتا في الماضي منفصلتين وأصبحتا الآن متداخلتين، ولهذا ترتبط أسعار الذرة الآن بأسعار الوقود. إنه موضوع اقتصادي وسياسي وأخلاقي. السؤال الآن هو، هل قيادة السيارات بتلك الأهمية للناس حتى لو أدى ذلك إلى موت آخرين جوعاً؟ بورصة شيكاغو للسلع واحدة من أكبر بورصات العالم، ومع حدوث أزمة التكنولوجيا وأزمة العقارات أصبحت المواد الخام مادة المضاربة الأهم. منذ سنوات عديدة يشتري جون ليبرت ويبيع الذرة للمستثمرين المتوسطين وهو غير قلق إزاء الوضع، وإلى جانبه مباشرة تجار صناديق التمويل. هناك لعب بالمليارات يوجد الجفاف في مكان والمحاصيل القياسية في مكان آخر، ويتحكم في القحط والوفرة في العالم وفي الجوع أيضا. قد تشكل هذه العوامل 5% أو أقل. لا أعتقد أن صناديق التمويل سترفع الأسعار كثيرا، وإن تم ذلك مرة فقد يكون ذلك لشهر أو شهرين فقط أو 6 أشهر، لكن بعد ذلك ستعود أسعار الذرة للاستقرار في السوق. فيك الذي يحلل أسواق الغلال العالمية منذ 35 عاما يرى أن مسؤولية المضاربين عن ارتفاع أسعار الغذاء في العالم مجرد ادعاء، لكنه ينظر بعين ناقدة إلى دور الوقود الحيوي. هناك طلب متزايد على الوقود الحيوي، ولهذا السبب نستخدم الآن ثلث إنتاج الولايات المتحدة من الذرة، كما يتم استخدام 15% من محاصيل الصويا لإنتاج الديزل الحيوي، وكل ما سبق له أكبر الأثر على أسعار السوق. عدنا إلى كانساس حيث تحقق أول محطة تموين وقود حيوي أرباحا كبيرة. الوقود الحيوي أرخص هنا من أي مكان آخر، وذلك بسبب الدعم الحكومي. يعتبر الوقود الحيوي نظيفاً ولا ينتقد إنتاجه أحد. لا أدري إن كان الإيثانول يغطي طلب 100%، لكنه خيار جيد. اتجهوا نحو الاستدامة، إنه وقود نظيف ورخيص ويجعلنا أقل اعتماداً على الوقود المستورد. بشعارات بسيطة كهذا ضربت الحكومة الأمريكية على الوتر الحساس لدى مواطنيها، وبذا
يصبح لديهم مجال صغير لحماية البيئة، ناهيك عن الشعور بالمسؤولية تجاه الجياع في الدول البعيدة كالفلبين. يقطن مانيلا عاصمة الفلبين 14 مليون نسمة، وفي الأحياء الفقيرة خلف ناطحات السحاب لا يجد الناس سبيلا إلى وجبة مشبعة. وصلت شاحنة من السلطة الوطنية المسؤولة عن الغذاء إلى ماري كابان، وهو أحد أحياء مانيلا العديدة. لقد كانت تحمل المؤنة لمتجر صغير يسمح له مرتين في الأسبوع ببيع الأرز المدعوم من الدولة. يعطى المصطفون في الطابور أرقاما، في السوق يكلف كيلو الأرز 60 سنتا، أما هنا فيكلف نصف ذلك المبلغ، وهو فرق كبير بالنسبة للسكان الذين يعيشون بأقل من 2 يورو في اليوم. تقف مايرا أمارو في الطوابير هنا دائما، لكنها أحيانا تصل متأخرة بعد نفاد التموين. رقم اليوم هو 49، لا بأس بذلك، لا يمكنني الوصول إلى هنا مبكرة دائما، ينقصني المال، وفي أيام كهذه علي أن أعرف أولا كيف أدبر المال. ارتفاع أسعار الغذاء في العالم زاد من اعتماد الفلبينيين على الأرز المدعوم، يتم وزن الحصص ووضعها في أكياس في المتجر. لا يسمح لأحد بأخذ أكثر من 5 كيلوغرامات، لكن العديد من المصطفين في الطابور لا يملكون ثمنها أصلاً. اليوم كانت مايرا قادرة على شراء أكبر حصة لأن زوجها وهو عامل مياومة وجد عدة أشغال صغيرة، وكم من مرة لم تجد الأسرة ما تأكله، لكنها اليوم عادت إلى المنزل وكان الجميع بانتظار الغداء. الفلبين دولة ذات تقاليد عريقة في زراعة الأرز، ولكن منذ فترة لم يعد الإنتاج المحلي كافياً لسد حاجة 90 مليون نسمة، وبالتالي أصبحت الفلبين الآن من أكبر الدول المستوردة للأرز في العالم، وقد تأثرت بالمحصلة بارتفاع الأسعار الهائل. المعهد الدولي لأبحاث الأرز بالقرب من مانيلا يؤدي دوراً مهماً في مكافحة الجوع العالمي. هنا يحاول الخبراء الدوليون مثل دانكن ماكنتوش أن يزيدوا من إنتاج الأرز من خلال تحسين نوعيته. يحتاج العالم لما يقدر ب10 ملايين طن من الأرز إضافية في العام لسد الحاجات الأساسية. نجح ذلك في أراضٍ صغيرة لأن مساحات الأرض الزراعية تضاءلت بفعل الزحف العمراني والاقتصادي وبكمية مياه أقل، فإنتاج كيلوغرام واحد من الأرز يستهلك 2000 لتر من الماء، لكن ذلك غير متوفر دائما، أضف إلى ذلك التغير المناخي. طور المعهد عدة أنواع من الغلال مما رفع من حجم المحاصيل في العالم، والآن حقق المعهد نجاحا آخر. لقد اكتشفت عالمة الأحياء الجزيئية الألمانية زيغريد هوير وفريقها مورثا يجعل محاصيل الأرز أكثر مقاومة للفيضانات. لقد تمكن هؤلاء الباحثون من نقل هذا المورث إلى المحاصيل الأخرى. عرض بالتصوير البطيء لسيناريو أحد الفيضانات. على اليسار محصول الأرز المعزز بالمورث الجديد، وعلى اليمين نفس المحصول لكن بلا تعديل. تمكنت النباتات على اليسار من البقاء في منطقة الاختبار حتى بعد 2 أسبوع من الفيضان، لكن بعد 3 أيام كان المحصول على اليسار في حالة سيئة، وفي النهاية هلك نصفه. نحن نأخذ المحاصيل من الهند وبنغلاديش، وهي مفضلة للفلاحين، ونجعلها مقاومة للفيضانات، لذا نحن لا نغير نوعية الأرز، إنه مقاوم للأمراض أو ذو مقاومة عالية، وهذا مهم في مناطق محددة. لقد نجحنا في ذلك وأنتجنا أرزاً مقاوماً للفيضانات. كنز المعهد هو حبات أرز من كل أنحاء العالم مع طيف واسع من المواصفات، بدءاً من الإنتاج الغزير وحتى مقاومة الحرارة. يحتوي مخزن التبريد هذا على بذور من 110 ألاف نوع من الأرز. إنه بنك معلومات وراثية مميز للأرز، ومن خلال التهجين التقليدي والتقنيات الحديثة يمكن للعلماء زراعة مواصفات معينة في المحاصيل لم تكن موجودة من قبل، كمقاومة الأملاح والجفاف والفيضانات. على مستوى صغير يعمل المعهد في مجال الهندسة الوراثية كزراعة مغذيات نباتات أخرى في الأرز. لا توجد أخطار محتملة، والباحثون يعتبرون الهندسة الوراثية طريقة أخرى لتطوير محاصيل محسنة لسد الجوع المتزايد في العالم. نستخدم المورثات المعدلة مثلاً لتحسين غذاء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية،
كما أننا نستخدمها لجعل نبات الأرز مقاوماً للحشرات والأمراض، ومن ثم لن يحتاج الفلاحون لرش المبيدات. نستخدم المورثات المعدلة لتحسين البيئة، ولأننا نعرف أنها تقنية آمنة. لكن لا توجد حتى الآن فرصة ابتكار أرز بلا عيوب وليس له آثار جانبية. تعيش مايرا أمارو بالقرب من نهر مونتن، لكن منزلها على الأقل مبني من الطوب وليس من صفائح المعدن كمنازل العديد من جيرانها، ولا أحد هنا يمكنه دفع تكاليف الكهرباء. عدت مايرا الأرز بواسطة موقد مخيم صغير، يعيش هنا 20 شخصا، منهم أبناء وأحفاد وأزواج بنات. الفلبين دولة كاثوليكية، ولذلك وسائل منع الحمل غير شائعة. أنا خائفة أيضاً. بعض صديقاتي ينصحنني بأن الواقي الذكري ليس جيداً، وقالت لي واحدة أخرى إن اللولب يسبب السرطان. أشياء كهذه تخيفني، ولهذا السبب لدي الكثير من الأولاد. يتألف الغداء من الأرز الممزوج بالمعكرونة. للفلبينيين الفقراء الصراع على الأرز اليومي لن يكون أسهل في المستقبل، لأنه إن بقي معدل المواليد كما هو فسيزداد عدد سكان الدولة خلال السنوات القليلة القادمة 10 ملايين، وكل هذه الأفواه الجديدة تحتاج للأرز. لكن المواد الغذائية الأساسية الأخرى موجودة وقد تساعد في التغلب على الجوع في العالم. هنا في كينيا أمضى الدكتور كاماو نصف حياته في دراسة هذه النبتة. في كل أنحاء العالم تؤكل الكاسافا من قبل 400 مليون شخص، ويمكنها أن تنقذ الكثيرين من الجوع. لدرنات الكاسافا عيبان، إنها سامة بلا طهي، كما أنها تنمو ببطء شديد. ما ترونه هنا هو حقل اختبار للكاسافا. قمنا هنا بتهجين 10,000 نبتة، وقلصنا فترة النضج من 30 شهراً إلى 8 أشهر. درنات الكاسافا للبيع في مدينة ماتشاكوس الكينية، وهي تكاد تكون بلا طعم لكنها مشبعة، وعندما تطهى لفترة طويلة يتبخر حامض الهيدروسيانيك في الدرنات. يجري الدكتور كاماو اختبارات عشوائية على مواد المختبر. الكاسافا طعام الفقراء، وهي أرخص من الذرة أو البطاطس. كلما هطل الكثير من المطر نما المزيد من الكاسافا، كما تقول آنا مارتوكا. إنها تأتي إلى السوق كل يوم منذ 10 سنوات. توافقها بائعة أخرى الرأي في أن الكثير من المطر يعني الكثير من الكاسافا، وفي فترات الجفاف كالآن يتضاعف السعر. أصل الكاسافا هو أمريكا الجنوبية، حيث تعرف باسم مانيوك. لقد تم إحضارها إلى إفريقيا في القرن 16 مع تجار العبيد البرتغاليين. إنها نبتة سهلة النمو ويمكنها أن تعيش في الجفاف، لكن زراعتها تراجعت قبل 50 عاماً. تم إهمال المحاصيل التقليدية لعقود طويلة، وبدلاً منها نصحت الحكومة الفلاحين بالاتجاه نحو زراعة الذرة والفاصولياء، وبذا أهملت الكاسافا. حافظت الكاسافا على دورها كنبتة احتياطية للأوقات السيئة، لكن المسافات كبيرة والنقل يكلف الكثير لتسويقها، وليس الكثيرون محظوظين ليحصلوا على وسيلة نقل مع الدكتور كاماو. إحدى المشاكل الأساسية ارتفاع نسبة حامض الهيدروسيانيك بها، لكن في هذه المطحنة التعاونية وبدلاً من غلي الدرنات لساعات تم اتباع طريقة أخرى. يتم شراء الكاسافا من الفلاحين ومن ثم تفرم في الآلة، وكلما كانت القطع أصغر كانت أفضل. بعد 2 يوم من التجفيف تحت واقية البعوض يتبخر حامض الهيدروسيانيك. لفترة طويلة أدت الكاسافا دوراً مهماً في مجال الأبحاث أيضاً، لكن اليوم أصبح الدكتور كاماو جزءاً من شبكة عالمية تضم 1,500 باحث كاسافا، وكلهم يريدون زراعة نوع غير سام. لقد أظهرت اختبارات صباغ تباع الشمس في مركز الأبحاث الكيني أن العلم هو الطريقة الصحيحة. النبتة كلها صالحة للأكل، لكن الدرنات هي أكثر أجزائها فائدة، وفي التراب تبقى محمية من أشعة الشمس. يتم حصاد ما يكفي احتياجات اليومين أو الثلاثة القادمة.
بالنسبة لمونيكا نديتي وعائلتها، هناك الكثير منها لبيعه في السوق. لقد دفعت رسوم مدارس أولادها من المال الذي جنته من بيع الكاسافا، وعندما كانت زوجة ابنها بحاجة لدخول المستشفى وكانت ساقاها مشلولتين، دفعت مونيكا تكاليف علاجها، ولولا ما تكسبه من بيع الكاسافا لما تمكنوا من العيش. تزرع مونيكا نديتي الكاسافا منذ موت زوجها قبل 15 عاما. من المألوف هنا وضع ساقي كاسافا بزاوية معينة لكي تنمو الجذور في كافة الاتجاهات، لكن هذا خاطئ، لأن الدكتور كاماو يقول إن ساقا واحدة موضوعة أمام ساق أخرى ستكونان كطفلين يأكلان من نفس الطبق. كل طفل سيحاول أن يأخذ المزيد، لكن ينتهي الأمر به بالأقل، ويقول إن هناك منافسة في الطبيعة أيضا، لذلك ستكون ساق واحدة أكثر إنتاجية. مثال آخر يرمز إلى مشكلة الجوع. يتنافس الناس على أرباح الزراعة بدلا من التوزيع العادل للإنتاج، ففي الواقع هناك الكثير من الغذاء. من المفروض ألا يعاني أحد في العالم من الجوع. تطوير المحاصيل الجديدة وطرق الزراعة يعطينا سببا للأمل، وهو بالتأكيد خطوة مهمة لمكافحة الجوع على مستوى عالمي. لكن حل المشكلة يتطلب استراتيجية شاملة للأسباب الاقتصادية والسياسية لتستطيع القضاء على مشكلة الجوع في العالم. We'll be right back.